شبهات وردود. وهنا المسألة الكبرى التي يجب أن نتوقف عندها. هذه المسألة العظيمة التي يجب أن نتوقف عندها وهي قضية القرآن الكريم. طرح في أثناء المناظرة موضوع القرآن الكريم ورواة القرآن الكريم، وقد طالبنا الشيعة الاثنى عشرية بأن يأتونا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله الأئمة، إسناد جعفر رضي الله عنه. أليس يقولون لا نأخذ الدين إلا على الأئمة الاثنى عشر؟ أي شيء أعظم في الدين من كتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا هو القرآن الكريم، كتاب الله سبحانه وتعالى. أين هو في رواية جعفر؟ هذا القرآن الكريم لو فتحنا في آخر القرآن الكريم لنرى إسناد هذا المصحف، كتب هذا المصحف وضبط على رواية حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. هذا الإسناد الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإسناد ينقله أهل السنة والجماعة. أين الأسانيد الأخرى؟ سألناهم هذا السؤال، أين إسنادكم للقرآن؟ أين إسناد جعفر ابن محمد للقرآن الكريم؟ فكانت إجابتان أو كانت إجابتين. الإجابة الأولى أجاب بها الأسدي فقال نعم عندنا إسناد القرآن يرويه جعفر من طريق حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن السلمي، فضحكنا. إضافة إلى أنه يريد سندا صحيحا للقراءة عندنا، يعني لقراءة القرآن أو للقرآن عندنا، أقول له نعم يوجد سند صحيح عندنا إلى حمران بن أعين أخو زرارة بن أعين، وهو شيعي معروف، إلى حمران بن أعين إلى جعفر الصادق عليه السلام، وهذا ذكره أي ذكره الذهبي في ترجمة في ترجمته من كبار معرفة القراء، ترجمة حمزة الزيات الكوفي، وهو شيعي معروف. فهذا سند صحيح لمن أراد أن يراجع أن القرآن عندنا أيضا جاء بسند صحيح. أما بالنسبة عن رواية البول قائما، أقول هذه الرواية وين المصحف هذا حق حمران؟ هو نفس هذا المصحف، خايف في المصحف وين سنده؟ مو مكتوب هنا سنده، مكتوب هاي طبعا. أقول هذا من القرآن تجيب بكرة، لا يحسب وقتك، تقدر تجيب بكرة القرآن اللي برواية حمران بن عين؟ هو هذا نفسه، طيب بس هذا مروي بطريق ثاني. أقول هذا مروي، التفت، هذا مروي إلي وين؟ إلي من مروي؟ مروي إلى ثلاث طبقات، بينما حمران أين؟ حمران في الطبقة السابعة. طيب وين؟ ليش ما طبعته؟ نفس هذا، أقول هو نفس هذا القرآن يطبع لماذا؟ يطبع في إيران نفس القرآن هذا سند نفس السند. لا خلاص خليكم. أقول هو نفس القرآن بيصل إلى هذا، يصل يتصل إلى أن يصل إلى أبي نبي النجول إلى علي بن أبي طالب عن طريق الصادق عليه السلام. الصادق يروي عن أبي النجول؟ نعم يروي عن نفس القرآن هذا يطبع في إيران. وحكنا لماذا؟ لأنهم يقولون لا نقبل الدين إلا الأئمة المعصومين، حفص وعاصم والسلمي غير معصومين. أين الإسناد؟ أليس تقول أنهم لا يروون إلا عن آبائهم عن أجدادهم؟ لماذا يروي هنا عن حفص عن عاصم؟ فاستدرك وجاء في الحلقة التي بعدها فجاءنا بالكذب المبين، حيث زعم أنه يقرأ طبعا عن طريق الجهاز عنده أنه يقرأ من كتاب النشر في القراءات العشر. هذا كتاب النشر لابن الجزري رحمه الله تعالى، زعم كذبا وزورا أن صاحب النشر يروي عن جعفر
أو يروي عن طريق حمران ابن أعين وحمران عن جعفر عن محمد الباقر عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي بن أبي طالب. كلام. لكن فليرجع من شاء إلى كتاب النشر في القراءات العشر لمحمد بن محمد المعروف بابن الجزري، قال في كتابه في الجزء الأول صفحة 133 في ترجمة أحد القراء السبعة وهو حمزة الزيات الكوفي، يقول: وقرأ حمزة على أبي، طبعا على فلان وفلان وفلان، وعلى أبي حمزة حمران بن أعين اللي هو أخو زرارة بن أعين الذي قال عنه أنه أبوه نصراني، هذا أحد القراء السبعة. السبعة؟ نعم. وعلى أبي أحد القراء السبعة؟ وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر، نعم، بن زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، وقرأ حمران، طبعا يقول وقرأ على فلان وفلان لكن ما نذكرهم الآن، وقرأ حمران أيضا على الباقر، وقرأ جعفر الصادق على أبيه محمد الباقر، وقرأ الباقر على زين العابدين، وقرأ زين العابدين على أبيه سيد شباب أهل الجنة، وقرأ الحسين على أبيه علي بن أبي طالب، وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وآله. عندك إسناد بهذا؟ هذا ما هذا إسناد؟ لا لا لا، إسناد منقطع، إسناد منقطع من حمران. إسناد منقطع من حمران. وهذا كذب وزور. أولا أنا أقرأ الآن من كتاب النشري، قال ابن الجزري وقرأ حمزة، حمزة أحد القراء العشرة المشهورين، قال وقرأ حمزة أيضا على أبي حمزة حمران ابن أعين وعلي بن إسحاق وعلى أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعلى أبي محمد طلحة بن مصرف اليامي وعلى أبي عبد الله جعفر الصادق ابن محمد الباقر. إذن من الذي قرأ على جعفر؟ ليس حمران، وإنما الذي قرأ عليه الزيات حمزة. إذن حمران من أقران جعفر وليس من تلاميذه، فحمران لا يروي عن جعفر، وإنما الذي يروي عن جعفر هو حمزة. ثم قال وقرأ حمران أيضا على الباقر، إذن حمران يقرأ على الباقر، إذن لا دخل لجعفر الصادق برواية حمران. إذن الرواية التي عن حمران هي الرواية عن الباقر وليس عن الصادق، حمران يروي عن الباقر وليس عن الصادق. من الذي يروي عن الصادق عن الباقر؟ هو حمزة الزيات وليس حمران. طيب قال قائلان طيب ما في مشكلة إذن الآن، طيب خلاص إذن موجود إسناد عن طريق جعفر عن محمد الباقر عن الحسين، نحن لا ننكر هذا، ولكن هذا إسنادنا نحن لأن نحن أتباع أهل البيت. الذي يروي عن جعفر هو حمزة الزيات أحد القراء السبعة أو العشرة، هم سبعة المقدمون، ثلاثة آخرون مؤخرون، يكون الجميع عشرة. هؤلاء القراء العشرة هم الذين رووا القرآن الكريم لنا، وغيرهم كثير ولكن هؤلاء أشهرهم. فالذي يروي عن جعفر هو من؟ حمزة. الذي يروي عن الباقر من؟ حمران. أين رواية موسى الكاظم عن جعفر؟ ورواية علي بن موسى عن موسى، ورواية الجواد عن علي، ورواية الهادي عن الجواد، ورواية العسكري عن الهادي، ثم رواية المنتظر، وابحثوا بعد ذلك عن رواية السفراء الأربعة عن المنتظر حتى تأتونا بذلك القرآن. إن أسانيد القرآن إنما ينقلها أهل السنة والجماعة. ثم كذلك وعلى هذه الدعوة أيضا قراءة حمزة أين هي؟ هذه قراءة حمزة، حمزة هو الذي يروي عن جعفر الصادق عن محمد الباقر عن علي بن الحسين، أين رواية حمزة؟